اليسر في الدين زي الروح في الجسد، هتلاقيه بيسري في الدين كله، خصوصا في التعامل مع الناس. وأقرب ناس لازم ينالهم من اليسر الأسرة بكل مكوناتها. من جمال اليسر إن ربنا يساعدنا في التيسير على الناس، فعرفنا إنه في عون العبد سبحانه ما دام العبد في عون أخيه، وإن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إسعاد الناس وقضاء حوائجهم. هنعيش مع بعض في رحلة مع جمال الإسلام علشان نفهم الدين فهم وسطي بعيد عن التشدد الغلو. ولا تعسروا مع الدكتور عمرو الورداني، بدءا من السبت 16 ديسمبر 2 ظهرا على قناة مصر الأولى.